كرة الحلول في ملعب المستقلين لتشكيل الحكومة، الإطار والتيار إبقاء على المواقف السابقة ومبادرات تدور في فلك الأزمة. الزراعة تصادق على خطة زراعة الصيف الحالي، تقليص بالمساحات المزروعة لنقص المياه والفلاح والأرض، قصة جفاء وجفاف. التخطيط تباشر بمسح ميداني لاقتفاء الفقر في البلاد، وزارة العمل تكشف سوءة البطالة ومليون عاطل حصيلة مسجلة. وفي السوشيال ميديا، فاجعة ذكرى هدم أضرحة أهل البيت عليهم السلام في البقيع تثير استهجان المدونين والكتاب. التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، اتخذ الفرقاء المشهد السياسي، وبين عصارة المباحثات وما تخرج من نتاجات ومع حجم ما يطرح في الساحة من مبادرات، عاد المشهد إلى مربعه الأول، والقطيعة بين التيار والإطار ازدادت بدل وصلها بعدا. ويبدو أن الحل بات بيد اللاعب الثالث، المستقلون، بيضة قبان المعادلة المرجوة لاكتمال النصاب، أم المصيدة لإيقاعهم في شرك الفخاخ. وأي شرط سيفرضه المستقلون للدخول في دائرة المشهد السياسي، وأي نتائج سيتحملها الطرفان في حال استوت طبخة الحكومة. أعلن النائب المستقل ياسر اسكندر وتوت عن قرب طرح النواب المستقلين مبادرة سياسية. وقال وتوت في تصريح صحفي إن النواب المستقلين قادرون على تجاوز الانسداد السياسي وهذه المرحلة، وأضاف أنه سيكون للنواب المستقلين مبادرة خلال الأيام المقبلة تكون ردا على المبادرات السياسية. وأشار وتوت إلى رغبة جميع المستقلين الانخراط بالعملية السياسية عدا 4 إلى 5 نواب يرغبون بالذهاب إلى المعارضة، وأضاف أن عدد النواب المستقلين يصل إلى 41 نائبا، وتكون القوانين والأمور التي تمسهم بمقدمة اهتماماتهم. أكد مراقبون أن غياب الثقة والإرادة على تجاوز العقبات هو السبب الرئيس في استمرار الأزمة السياسية، فيما يشدد آخرون على ضرورة وقوف الفرقاء على النقاط المشتركة وإنهاء الانسداد السياسي الحاصل. تقرير حسين ياسين. حتى الآن لم تتضح بعد بوادر انفراج أزمة الانسداد السياسي، على الرغم من وجود عدة تحركات ومبادرات سياسية للحل، وهو أمر يراه مراقبون أنه يعود إلى عدة عوامل، وعلى رأسها غياب الثقة والإرادة التي إذا ما استمرت بهذا السياق فسيستمر معها هذا المشهد القابل للتطور نحو متغيرات قد تكون ذات تعقيد أكبر. لا يزال الانسداد هو مستمر ما بين القوى السياسية، وقد تكون محطات التفاهم أيضا هي محطات مؤجلة ما بين القوى السياسية إذا ما لم يتم احتساب لكل رؤية سياسية تطرح، وخصوصا المبادرات الأخيرة السياسية التي طرحت يجب أن تأخذ في نظر الاعتبار رؤية القوى السياسية من الطرف الآخر، حتى يكون هنالك إعادة لصياغة التفاهم أو التحضير لصياغة التفاهم ما بين القوى السياسية، حتى
يكون اجتماع أو حوار يخرج بنتائج لخارج المتغيرات التي هي متمسكة بها القوى السياسية لحد هذه اللحظة. من وجهة نظر ثانية، فإن التعويل على رمي الكرة في ساحة المستقلين لحسم الموقف قد يكون هروبا من الأزمة إلى الأمام وكسب وقت أكثر، وبالتالي فإن الأجدر فعلا على القوى السياسية الذهاب نحو نقاط الالتقاء والتحاور حولها إذا ما أرادت تلك القوى إيجاد مخرج وحسم المتبقي من الاستحقاقات. يجب أن تكون هنالك نقاط مشتركة يمكن الوصول لها ويمكن أن تؤدي إلى فتح باب العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي وصولا إلى ترشيح مرشح الكتلة الأكثر عددا لرئاسة الوزراء وفق المادة 76، من أجل أن تأخذ الحكومة دورها وواجباتها الأساسية في تقديم الخدمات للمواطن العراقي وتمرير الموازنة. وبلغة التوقعات فإن الأمور ذاهبة نحو المجهول إذا أصرت بعض القوى السياسية على مواقفها من دون تقديم التنازلات للحفاظ على النظام السياسي واحترام الدستور. بالمجمل تتفق جميع الآراء على أن لا مخرج من الأزمة السياسية الراهنة إلا بالحوار، لكن المفارقة أن بعض القوى السياسية تعتقد أنه سيكون ضعفا لها إذا ما سلكت هذا الطريق. حسين ياسين الفرات، بغداد. أكد الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أن المبادرات التي تطلق يجب أن لا تكون باتجاه الاستحواذ والإقصاء. وقال خوشناو خلال مداخلة له في مرصد سابق أن رئيس الجمهورية برهم صالح هو نقطة تواصل الفرقاء، وبانتخابه يتم اختيار رئيس وزراء جديد. بأن لا يجوز أن تكون المبادرات أو الاصطفافات للاستحواذ على المناصب. الاتحاد تريث كثيرا مع قادة الإطار لدينا تواصل، وأيضا نعتقد بأن برهم صالح هو نقطة تواصل الفرقاء السياسيين. إذن بانتخاب رئيس الجمهورية وبالتحديد برهم صالح نستطيع أن نقرب نقرب وجهات نظر الفرقاء، لأننا آنذاك وفق التوقيتات الدستورية سنلزم ونجبر، إذا تسمحي لي آنذاك سنجبر ونلزم بتكليف شخصية، وعند آنذاك ستذهب القوى السياسية الشيعية إلى 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 تحديد ملامح رئيس الوزراء وشكل الحكومة المقبلة. كشف النائب المستقل عدنان الجابري عن مخرجات الاجتماع الأخير للمستقلين والمتضمن عدم الاتفاق على تشكيل الكتلة وفقا لشروطهم. وقال الجابري لبرنامج غير معلن إنه لم يتم الاتفاق على أي صيغة نهائية في الاجتماع الأخير على تشكيل كتلة، وأصبح الاتفاق على استمرار المفاوضات والمشاورات، وخلال أيام ستتضح رؤية معالم خارطة طريق المستقلين. حد الآن ماكو أي مخرجات، يعني هو استمرار الاتفاق على استمرار التباحث واستمرار اللقاءات واستمرار المشاورات، أما مخرجات ولحد الآن لم نتفق على أي على صيغة نهائية. كل ما هنالك أصبح الاتفاق على استمرار المفاوضات والمشاورات والاجتماعات مستمرة، إن شاء الله خلال أيام تتضح معالم رؤية المستقلين وخارطة الطريق اللي المستقلين جاي حاليا يعملون عليها. أكدت حركة حقوق على أن الإطار التنسيقي هو بيضة القبان، فيما أشارت إلى عجز المستقلين عن توحيد صفوفهم. وقال الناطق باسم الحركة علي فضل الله لبرنامج على المسطرة
أن النظام السياسي في العراق برلماني وليس رئاسيا، والغريب اتهام الإطار بفشل الحكومات السابقة. الإطار لم يطرح مبادرة إلا بعد أن أعطى المجال والفسحة للدعاء لتحقيق الادعاء للتحالف الثلاثي بتشكيل حكومة الأغلبية، لكن فشلوا 3 مرات. فبالتالي الإطار لم يفشل، هاي أكرر هاي العبارة. الذهاب للمستقلون أنا أعتقد هذا الموضوع فيه يعني نوع من الخداع السياسي. السيد الصدر يدرك جيدا أنه التحالف ب 170 مقعد مشكل حكومة، الإطار بقرابة 140 مقعد مشكل حكومة، شلون مستقلون يشكلون حكومة؟ قطعا لا. إذا الموضوع واضح، بيضة القبان هو الإطار. إذا لم يكن الإطار موجود في موضوع تشكيل الحكومة فلن تتشكل الحكومة. أما تسمية المستقلون على أنهم هم بيضة القبان، واضح الموضوع، هم ناس شتات لا يمتلكون رؤية مجتمعية يعني تجمع كل آراء الشخصيات المستقلة. للمزيد ينضم معنا في المرصد الخبري عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي. أهلا وسهلا بك سيدي العزيز. بداية، إلى أين وصلت المبادرات السياسية التي طرحت، وهل سيكون هناك اعتماد مبادرة معينة تكون قارب النجاة للخروج من الانسداد السياسي الحاصل في العراق؟ تفضل. نعم، تحية لكم ولكل السادة المشاهدين. حقيقة المبادرات طرحت يعني أيام قليلة الماضية وجاري. نعم. الآن يعني ضمن الإطار التنسيقي على أقل تقدير الاجتماعات جارية لمناقشتها وإنضاج يعني فقراتها أكثر، وأيضا نلاحظ أنه مسألة مبادرة الإطار. نعم. التنسيقي هي أكثر واقعية سياسية، على اعتبار يعني. نعم. أنه المبادرة لا تحمل طرف معين مسؤولية تشكيل الحكومة بمفرده، بالتالي المبادرة حملت الكثير. نعم. من المسارات التي قد تكون هي حل حقيقي للانسداد السياسي الحالي. نعم. ابتداء من مسألة ضرورة وجود الحوار ما بين القوى السياسية. أيضا عدم يعني التمسك بمسألة أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة القادم هو من جهة أو كتلة سياسية معينة. نعم. بالإمكان أن يمنح لشخصية مستقلة وفق المعايير والاشتراطات اللي يرسمها الإطار أو ينظر إليها الإطار ضمن قضاياه الاستراتيجية للحكومة المقبلة. نعم. ما واضح أيضا وممكن أن يكون دليل على أنه التحالف الثلاثي وصل إلى مرحلة النهاية. نعم. هو طرح مبادرة التحالف الثلاثي أو مبادرة التيار الصدري. نعم. على اعتبار من عنوان التمسك بضرورة تشكيل حكومة الأغلبية والصدر القح إلى أن رمي الكرة بملعب المستقلين لتشكيل الحكومة. بصراحة هذا الموضوع أو هذا المسار صعب بالنسبة للمستقلين إذا ما أردنا أن نفرز المستقلين. المستقلين الآن هم 3 أثلاث. نعم. ثلث هما مع التيار الصدري أو التحالف الثلاثي. نعم. وثلث مع الإطار التنسيقي، وثلث أيضا منقسم على نفسه وغير موحد للرؤى. وقد تكون هذه المبادرة أو المبادرتان يعني من كلا الطرفين. نعم. قد تكون هي يعني أيضا فرصة للمستقلين أن يعيدوا ترتيب أوراقهم، أن ينجمعوا بعنوان واحد، خصوصا وأنه لا الإطار عنده مشكلة بأن يستلم رئاسة الحكومة شخص مستقل ولا التيار على حسب طرح مبادرته. يعني المستقلون أكدوا على أنهم سيطرحون مبادرة للخروج من هذه الأزمة، هل تعتقد أن المستقلين قادرين على أن يكونوا جزءا من الحل أم لا؟ طبعا المستقلين بغض النظر عن ما هو الحل وما هي المبادرة اللي يمكن أن يطرحوها، بالتالي المبادرات تنجح بناء. نعم. على الحجم والوزن السياسي للكتل. يعني اليوم حتى مبادرة الإطار التنسيقي رغم عدد مقاعده أكثر، لكن هي أيضا تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى مشاورات وتفاهمات أكبر. بالتالي باعتقادي المستقلون على هذه الوضعية وهذه الانقسامات ما بينهم وعدم وجود الرؤية الموحدة لهم. نعم. ما أعتقد قادرين على طرح مبادرة ممكن أن تؤدي إلى حل إلا ممكن أن يذهبوا باتجاه الاصطفافات السياسية مع طرف دون طرف آخر. نعم. وهذا أيضا قد لا يمكن الطرف أو التحالف الثلاثي من تشكيل الحكومة، على اعتبار المستقلون هم 40 نائب وما يحتاجه التحالف الثلاثي هو 40 نائب، فبالتأكيد مو كل المستقلين هم مع التحالف. نعم. الثلاثي. لكن نرجع لنقطة مهمة حملتها مبادرة الإطار اللي هي أن يتفاهم المكونات فيما بينهم لطرح المرشحين. هذه قد تكون باب لإعادة ترتيب الأوراق من جديد، وإذا ما نجحت الخطوة الأولى
بأن يكون هنالك حوار وتفاهم ما بين الأحزاب الكردية والقوى الكردية، مؤكد أنه التحالف الثلاثي لن يكون موجودا. نعم. وممكن أن أذهب بمسارات وحوارات نعم أخرى. يعني سؤال صراحة يدور في ذهني، أغلب المستقلين الذين موجودين حاليا في الساحة السياسية لو كانوا مستقلين 100%، هل لكان حدث الإشكال السياسي الموجود حاليا؟ البعض رشح كمستقل لكنه في الخفاء ينتمي لأحزاب سياسية. هي بالمناسبة مسألة مرشحين الخفاء، هو ماكو خفاء. نعم. احيانا التفاهمات السياسية او فلسفة إدارة العملية الانتخابية للحزب سين او صاد، نعم، مثلا يعني تقتضي ان يكون المرشح فلان والاخر المستقل الذي نزل بعنوان مستقل هو عنده رغبة بالترشيح رشح مستقل، لكنه هو واضح ميوله توجهاته، ايضا هو ايضا يعني امتداداته واضحة الى اي حزب ينتمي، بالتالي هاي ليست عملية يعني التواء على مسألة المستقلين. لكن نعم. هذا الموضوع ممكن أن يكون فيما لو المستقلين منذ البداية كان لهم قائمة معلومة أو عدد أشخاص معلومين. نعم. متفقين على قضية استراتيجية، متفقين على هدف، ممكن أن يكون عملية التفاهم والتفاوض مع المستقلين بشكل مباشر أسهل. نعم. أسهل أولا. نعم. وأيضا القوة السياسية لا تفتح باب السباق نحو خطف المستقلين فرادة. المستقلين سيكون لهم يعني على أقل تقدير برنامج ومنهاج واضح مع أي كتلة. نعم. ينذبون. نعم. الآن هم يعني عرضوا أنفسهم للكثير من التساؤلات. نعم. مرة اتهامات بعدم الحيادية، مرة عدم وضوح البرنامج. نعم. هذا خلاهم بتخبطات صراحة، ممكن حتى في عملية المعارضة النيابية قد لا ينجحون بهذا المسار. نعم. عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، كنت معي في المرصد الخبري، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، حياك الله. وزارة التربية تؤكد انطلاق الامتحانات النهائية للمراكز المجتمعية للأميين والتعليم المسرع للمستوى الثالث في عموم محافظات البلاد للعام الدراسي الحالي. هيئة النزاهة الاتحادية تضبط هدرا بالمال العام بقيمة 8 مليارات دينار ونصف المليار في دائرة صحة كربلاء. مديرية المرور العام تعلن فرض غرامة مالية مقدارها 50,000 دينار على مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان بدءا من السبت المقبل. الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 3 إرهابيين يجمعون المعلومات عن القوات الأمنية في محافظة كركوك. أقرت وزارة الزراعة الخطة الزراعية الصيفية لعام 2022 وبمختلف طرق الإرواء بمساحة 1,846,000 دونم. وذكر الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان له أن اللجنة التنسيقية الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية اجتمعت وبكافة أعضائها من أجل مناقشة الخطة الزراعية الصيفية المقترحة من قبل وزارة الزراعة وللمساحات مروية والبالغة 2,750,000 دونم، مؤكدا أن وزارة الموارد المائية بينت بأنه نظرا لاستمرار العجز المائي والمقدر 60% عن العام الماضي نتيجة لاستمرار انحسار الأمطار، فقد تم الاتفاق على تخفيض الخطة المقترحة، علما أن التخفيض شمل المساحات الإروائية لمحاصيل الذرة الصفراء والذرة البيضاء والشلب والذي بلغت المساحة المقرر لزراعتها 10,000 دونم. على الرغم من المشكلات المزمنة التي يعاني منها المزارعون في الديوانية، تتعرض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لا سيما القمح لمحاولات تهريب خارج البلاد وذلك من قبل تجار وبأسعار مغرية، الأمر الذي دعا الحكومة المحلية لاتخاذ إجراءات استباقية لمنع شراء المحصول وتهريبه.
ليث صلاح والتفاصيل. أمن البلاد الغذائي أمام خطر داهم، حيث تتعرض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لا سيما القمح لمحاولات تهريب، وهذا ما تحدث به مزارعون رصدوا قيام تجار من المحافظات الشمالية بتقديم أسعار مغرية من أجل شراء المحصول. فيشترون الحنطة من الفلاحين بسعر 850 ألف للطن الواحد بالحقل، ويتحمل الحاصودة سعر الحاصودة عليه اللي 25 للدونم الواحد، ويشتري عندك إذا كنت تأكل الطعام بالحقل، وأنا أسحب بطريقتي الخاصة، أنت تأخذ فلوسك حاليا، أنا كفلاح من الديوانية، والديوانية تعتبر الديوانية اللي المحافظة الفقيرة بالعراق، فأضطر أبيع على الكراد لأنه سعر مغري، من أبيع على الدولة أسوق على الدولة طعاماتي، في المستحقات دي بسنتين ما يطوني إياها، أبقى 5 أيام باب سالو. بالحنطة في مكانها والماكنة الحاصودة عليهم يأخذون جاهز، وهذا ما يسبب إرباك وتحطيم وحرب، يعني أنا أكرر مرة ثانية اقتصادية وربما مدعومة من جهات خارجية. طالب الحكومة بمنع هذا الموضوع، منع الغلة تخرج إلى خارج المحافظة، ونطلب منهم أن يسلمون الفلاح المبالغ المالية لهذه الواردات التي يسلمها للمخازن. الحكومة المحلية أكدت اتخاذ إجراءات استباقية لمنع خروج أي شحنات للمحاصيل الزراعية. تم تأكيد من خلال كتاب رسمي موجه إلى السيطرات الموجودة حول المحافظة بعدم خروج أي سيارة محملة بمحصول الحنطة لهذا العام، وكما يعرف الجميع أنه الشحة المائية ضربت على الاقتصاد العراقي وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية، فنأمل من المسوقين والفلاحين الالتزام بتسويق حاصلاتهم إلى مراكز التسويق المنتشرة في المحافظة. وتأتي هكذا محاولات في وقت يعاني القطاع الزراعي من مشاكل كثيرة أدت ولا تزال لانحسار الإنتاج. لابد من إجراءات صارمة لمنع تهريب المحاصيل، فخطورة الأمر وفقا لمعنيين تكمن فيما يحدث جراء ذلك من إضرار بالاقتصاد في ظل أزمة غذاء عالمية. للفرات ليث صلاح، الديوانية. استقبل النائب عن تيار الحكم الوطني علي شداد الفارس وفدا من المزارعين والفلاحين في محافظة البصرة، وأطلع شداد الفلاحين والمزارعين على نتائج جولته إلى وزارة الموارد المائية ولقائه بالوزير مهدي رشيد الحمداني، والتي تضمنت مناقشة تمديد فترة تكييف الآبار الارتوازية وإيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق البعض منهم، فيما أثنى المزارعون والفلاحون على الجهود المبذولة من قبل النائب علي شداد لمتابعته المستمرة لاحتياجاتهم ونقل معاناتهم إلى الجهات المعنية. على الرغم من تقليص خطة ذي قار الزراعية إلى نصف حصتها من العام الماضي نتيجة انخفاض الإيرادات المائية، باشر الفلاحون بتسويق محاصيلهم الزراعية من محصول الحنطة في 3 صوامع بعد إجراء الفحوصات المختبرية. جواد الحسيني والتفاصيل. 50% هي الخطة الزراعية لهذا الموسم كما أقرت من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية، بفارق 30% عن العام السابق بسبب الشحة المائية. وقد بلغت حصة ذي قار لهذا العام 187,000 دونم داخل الخطة و 140,000 دونم خارجها لمحصول الحنطة. بعد إقرار الخطة الزراعية الشتوية من اللجنة المركزية المقررة ما بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ب 50% لهذا الموسم، باشرت كوادرنا الزراعية وكوادر الموارد المائية بتنفيذ الخطة التي أصبحت في هذا الوقت هو موسم الحصاد. بلغت المساحات المقررة 187 داخل الخطة و 140,000 دونم خارج الخطة، باشرت كوادرنا بالإشراف على حملة الحصاد والتسويق. حيث باشر الفلاحون في ذي قار بتسويق محاصيلهم من الحنطة في 3 صوامع هي الناصرية والشدرة والرفاعي، إذ ما زالت عملية التسويق مستمرة بشكل تصاعدي متوقعا وصولها إلى 250,000 طن في قادم الأيام. بالنسبة للمنافذ اللي عندنا
لاستلام الحبوب هو سايلو الناصري الرئيسي وسايلو الرفاعي، وكذلك دخل اليوم من أمس، يعني أمس موقع الشطرة سايلو الشطرة المعدني. من المؤمل استلامنا حسب ما وضعت الخطة وخطة مديرية الزراعة 150 إلى 250 ألف طن، وبوتير تصاعدي قلت لك استلام تصاعدي لحد هذه اللحظة أكثر من 41 ألف طن، وإن شاء الله نأمل أن تزداد هذه الكمية. وكان هذا الموسم الزراعي موسما عصيبا على الفلاحين في ذي قار بسبب شح المياه وغلاء الأسمدة والمبيدات الزراعية وقلة الدعم الحكومي وتأخر ما بذمة الدولة لهم من مستحقات. لا عندنا ماي ولا دعم ولا هذا، وزراعة ضعيفة كلش، والإضافة لهذا الحكي حتى المبالغ مالتنا مال تسويق الحنطة لحد الآن ما السنة انتاج ما طلع القبالة، ما طلع لها حتى 300 كيلو حتى 200 ماكو. السنة الطعام خافج، ماكو ماي، ماكو يا اخي، اللي هي المشكله بالماي، ماي ماكو، حصتنا مات الماي ما طوناها ماكو. احنا كل هاي المعاناه بالنسبه مال السنه هاي، فلوس ماكو ودعم ماكو وكيمياوي، يعني وزير الزراعه يعطينا 5 كيلوات داب، يعطونا ابيض 30 كيلو وماي ماكو، وكل هذا احنا زرعنا، يعني بعنا غراضاتنا وملنا وزرعنا. ورغم كل المعرقلات التي مر بها الفلاح في ذي قار من شح المياه ونقص المستلزمات وقلة الدعم، إلا أن كل هذا لم يثنيه من زراعة أرضه وتسويق محاصيله من الحنطة والشعير. من ذي قار، جواد الحسيني، الفرات. للحديث أكثر ينضم معنا في المرصد الخبري النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف هاشم القرعاوي. أهلا وسهلا بك سيد هاشم. بداية، يعني وزارة الزراعة أعلنت الخطة، كيف هو موقف الحكومة المحلية في النجف الأشرف من هذه الخطة المطروحة حاليا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مشاهدي قناة الفرات الفضائية. طبعا لحد الآن فقط بالإعلام، لم يأتي أي شيء إلى محافظتنا بشكل رسمي، نعم، بإقرار الخطة الزراعية، وهذا بصراحة هذه مشكلة أولية في موضوع خطة زراعة الموسم الصيفي. يعني الحديث من قبل الإخوان في وزارة الزراعة يجب أن يترتب عليه آثار إدارية وأن تصل إلى المحافظة حتى يتم رسم الخطة الزراعية. لا زالت وزارة الزراعة مستمرة بالتخبط في السياسة الزراعية، نعم، وعدم وجود أي قرار لحد هذه اللحظة. اليوم كان عندنا اجتماع مع مدير زراعة المحافظة وكذلك مدير الموارد المائية وصيانة، نعم، المشاريع، لم يصل لحد الآن القرار. نعم، كان لدينا أكثر من لقاء مع وزير الموارد المائية، نعم، صراحة هي الجهة المسؤولة، وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إعداد الخطة، باعتبار هي تصاريف المياه هي التي تحدد على أساس يعني كميات المياه الخزين اللي متوفر عندها، نعم، وهي اللي تقرر الخطة. وزارة الزراعة ليس هي الجهة المسؤولة في هذا الجانب. نعم. وزارة الموارد المائية يتحدثون عن موسم جفاف وشحة مائية. نعم. نفس الخطة، خطة لعام 2018. في عام 2018 أقرت وزارة الموارد المائية خطة للمحافظة ب 3600 دونم، وكانت هي الخطة فقط للبذور. نعم. وإحنا في وقتها في المحافظة اتخذنا قرار في الاستفادة من الكميات المياه الواصلة مؤخر سدة الهندية، نعم، وإدارة هذه المياه ذاتيا بالمحافظة وعدم التجاوز على حصص المحافظات، وقدرنا من 3600، نعم، نصل إلى مساحة 17000 دونم، وحققنا في وقتها إنجاز كبير وعدم تجاوز على الحصة المائية. بس بشكل، نعم، رسمي لم يصلنا إلى حد الآن أي كتاب من قبل وزارة الزراعة ولا وزارة الموارد المائية في تحديد المساحات التي سوف تشمل بزراعة محصول الشلب للموسم، نعم، الصيفي. يعني زيارة وزير الموارد إلى المحافظة هل حملت نتائج معينة تصب في صالح المحافظة في ظل الظروف التي تمر بها الآن؟ والله بصراحة زيارة وزير، نعم، نعم، وزارة الموارد المائية، احنا تحدثنا مع معالي الوزير بشكل واضح وصريح، نعم، يعني يجب أن تغيير الخطط السابقة في وزارة الموارد المائية أو وزارة الزراعة في إعداد الخطط الزراعية مثلا، نعم، يعني وزارة الموارد المائية اتخذت قرار ونعتقد به إحنا هذا القرار ظالم لمحافظة النجف، نعم، وكذلك محافظة الديوانية. ما هو القرار؟ في أن تكون، نعم، الخطة الزراعية للموسم، نعم، الشتوي، نعم، القرار أن تكون الزراعة 50%
للموسم الشتوي هذا اللي راح. نعم. وعدم زراعة المساحة بنسبة 100%. احنا في محافظة النجف والديوانية زراعتنا للحنطة يصيحوا لها زراعة المتداخلة. نعم. تزرع بالرية الأخيرة لمحصول الشلب رية الفطام. نعم. وقلنا يا با احنا نقدر نزرع مساحة 100%. نعم. بنفس كميات المياه اللي تطلناها ل50%. أصرت وزارة الموارد المائية. نعم. على عدم إدخال المساحات اللي خارج الخطة. طيب احنا كان خطتنا 125 يعني 250 ألف دونم. نعم. طلبوا يعني يتحججون بعدم وجود مياه. زين وين الضير إذا أنا بنفس المياه اللي تنطيني إياها؟ نعم. أقدر أدير إدارة صحيحة في توزيع المياه اللي توصلني مؤخر سدنة. نعم. الهندية. نعم. وما أتجاوز على المياه اللي تروح للمحافظات اللي تقع جنوب المحافظات وأزرع. وأثبتنا لهم بالدليل طبعا رادوا 50%، احنا قلنا نزرع 100% وبنفس المساحة، طلبوا من عندنا نزرع 125%، قدرنا نحقق زراعة 251 ألف دونم بدل 125 ألف دونم. وتحدثت مع معالي الوزير قلت له يفترض أن اليوم للنجف مسؤولي لها ومسؤولي الدوائر القطاعية والمزارعين والفلاحين توجه لهم شكر على هذه الزراعة. أنت تطيني مي مال 50% وأنا أزرع لك مال 100%، تطيني مال 125 ألف دونم أزرع لك 250 ألف دونم. ولذلك طلبنا من عنده أن يكون في زراعة الشلب للموسم الصيفي إعطاء المحافظة حرية في زراعة المساحة. نعم لا تتحمل وزارة الموارد المائية المسؤولة مسؤولية. نعم. ذلك. نعم. ولكن تعطينا كمياتها التصاريف مالتها مؤخر الهندية، وهذه التصاريف ممكن احنا نتعاون مع الجمعيات، نتعاون مع الكهرباء، نتعاون مع المنتوجات النفطية، نتعاون. نعم. مع الدوائر القطاعية، ونروح نشتغل بالليل نشتغل بالنهار حتى نخدم ناسنا بالنتيجة. نعم. احنا نخدم ناسنا. أكيد. انت ليش تمنعني ان تزرع؟ نعم. معالي الوزير تفهم هذا الموضوع، وهذا الموضوع بحد ذاته أنا أعتقد لو يعني مشينا به للأخير راح يكون هذا إنجاز، وممكن نزرع أكبر عدد من المساحات. يعني هل تم الاتفاق على زرع مساحة أكبر من 50%؟ الأمر مبدئيا نعم. هو 50% ما أقرت ولا. نعم. أقرت 10%. أنا قلت لكم في بداية حديثي. نعم. أن الحديث على 3600 دونم. نعم. في 2018 احنا زرعنا 17000، انا اقول لو ينطونا كميات مال 10000 انا اقدر ازرع بهم 30 إلى 40000. نعم نعم. سيد هاشم حتى استغل الوقت معك، نحتاج فقط. نعم. انه اعطونا صلاحية في ادارة المياه داخل المحافظة. نعم فقط حتى استغل يعني الوقت معك اكثر، يعني بما يخص ملف مستحقات. نعم. الفلاحين لم يحسم هذا الملف الى الان، ما السبب؟ لا بصراحة هذا الملف بعد عناء طويل وبعد مطالبات وبعد ضغوطات كبيرة، وأيضا. نعم. يعني سماحة السيد عمار الحكيم في أكثر من تجمع وحديث مع رئيس مجلس الوزراء. نعم. ومناشدات كثيرة، بحمد الله تم يعني تسليم الفلاحين مستحقاتهم السابقة، وأيضا. نعم. في هذا الموسم الآن أي فلاح من الفلاحين الآن والمزارعين لما يروح للسايلو يسلم المحصول مالته يستلم، يعني. نعم. احنا اليوم ما صلنا مبلغ للمحافظة ما يقارب 3 مليار، ونسلم فور يعني استلام المحصول يسلم الفلاح مستحقاته. نعم. ومن خلال قناة الفرات الفضائية. نعم. انا ادعو الفلاحين والمزارعين في عموم المحافظة ان يسلمون محصولهم وبالسرعة الى السايلوات، لان. نعم. السايلوات بما انه حضرتك تطالبهم بتسليم، وممكن ان يسلم المبالغ للفلاحين. نعم. بما انه حضرتك تطالب يعني بتسليم محاصيلهم الزراعيه، يعني سعر الحنطه سيد هاشم هل تم تفعيل الزياده في سعر الحنطه المسوقه خصوصا وان اسعار الحنطه ارتفعت عالميا؟ نعم الحنطه كانت 550 الآن. نعم. 750 في قرار مجلس الوزراء، كان أكو فارق 20% في قرار مجلس الوزراء إذا حدثت زيادة، الآن يفترض أن تكون تفعل موضوع العشرين بالمئة. نعم. يعني 750 بصراحة أقولها غير. نعم. كافية اليوم بالأسواق السوداء يستلم يعني بالقطاع الخاص جاي يشترونه ب800 ألف دينار للطن الواحد. نعم. بالتالي يحتاج يعني الآن في قرار مجلس الوزراء أن يفعل ال20% وتضاف 200 ألف دينار على 750 ألف دينار ليكون 950 ألف طن أسوة بأسعار. نعم. القمح العالمية، وأيضا اليوم نعيش أزمة يعني قمح وأزمة طحين متوقعة وتوقعناها
يعني شهر التاسع بالسنة الماضية قلنا راح يصير أزمة طحين لأنه عندنا مشكلة في عدم وجود تعاقدات، عندنا مشكلة في زراعة الخمسين بالمئة، وتحدثنا عن هذا الموضوع حتى على قناة الفرات هنا تحدثنا، وفي كثير من المجالات ما كان أحد يسمع. نعم يعني سيد هاشم، هل هناك سايلوات صوامع كافية لتخزين أو استلام الحنطة من الفلاح؟ نعم احنا عندنا الان اربع مراكز استلام بالمحافظه، مركز سايلو الكوفه، مركز سايلو الخورنق، مركز سايلو ابو صخير، ومركز الافقي. نعم. طبعا ذن كل السايلوات هي سايلوات قديمه، وزاره التجاره من 2003 لحد الان لم تنشئ سايلو واحد متكامل لاستلام المحاصيل. احنا على موازنه تنميه الاقاليم في كل سنه نحاول نجدد او نرمم او يعني نفتح سايلو جديد بشكل عام، يعني هو يصير أزمة خلال فترة التسويق لأنه المنافذ قليلة يعني ما جاية تكفي، وبالنتيجة أيضا عندنا مشكلة بقلة الكوادر اللي موجودة. يعني شركة تجارة الحبوب فرع النجف يعني من 2009 إلى حد الآن كل اللي يطلع على التقاعد ما يعوض بمكانه، أكو درجات حذف ماكو درجات استعداد، أكثر من 300 موظف طلعوا على التقاعد، احنا ما باقي عندنا الا 400 موظف ندير بهم وضعنا كله. استعانينا بمديريه الزراعه بتعزيز الفاحصين بالمحافظه حتى على اقل تقدير نسهل موضوع المختبر والفلاحين حتى ما يتكدسون لايام طويله، لان تكدس الايام الطويله على ابواب السايلوات يسبب لنا مشكله في زياده الاجور النقل يوميا على الفلاح بنسبه نصف بال 100 من سعر السيارة المؤجرة لليوم الواحد. نعم، كنت معي النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف هاشم القرعاوي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في المرصد الخبري. أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح يعلن الموافقة على استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف الأعمال في البلاد. الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين رغم الظروف العالمية الصعبة. وزارة الدفاع الروسية تؤكد وصول قواتها إلى الحدود الإدارية لمدينة لوغانكس بعد السيطرة على مدينة بوباسنا شرقي أوكرانيا. رئاسة الأركان الأوكرانية تؤكد تدمير 200 مقاتلة و150 مروحية ونحو 2000 مركبة عسكرية روسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا. وهذه انتقالة إلى ملف السوشيال ميديا، حيث استذكر كتاب رأي في مواقع التواصل فاجعة هدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام بالدعوة إلى وحدة المسلمين وتوحيد كلمتهم ونبذ ما يمس بالرسالة السمحاء للإسلام. عن هذه المناسبة الأليمة كتب الإعلامي محمد حسن الساعدي تغريدة جاء فيها: ونحن نستذكر الذكرى الأليمة لهدم قبور أئمة البقيع، فإننا في الوقت نفسه نستلهم الدروس والعبر من الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين كانوا الأسوة والقدوة والمثابة في وحدة المسلمين بمختلف مشاربهم والوقوف بوجه الفرقة والتنازع ورص الصفوف بوجه كل من يريد الشر بالأمة الإسلامية عموما. أيضا يغرد الكاتب أحمد الحسني في تويتر قائلا: الأمانة أوتاد الأرض والذات المحمدية والعلوية،
نخبة طاهرة وفتية ثائرة، قيادة بعيدة عن الأوهام الرهبانية ودناءة الحجب المادية، ومسيرة السلام الفذة لتحقيق السعادة الأبدية. ذكرى أئمة البقيع عليهم السلام، دروس وعبر ودعوة لحفظ الإسلام. الإعلامي عمار العامري نشر تدوينة في فيسبوك إذ يقول: تعيش الأمة الإسلامية اليوم الذكرى السنوية لهدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام، وبهذه المناسبة الأليمة على قلوب المؤمنين كافة ندعو أن يكون هذا اليوم يوماً لتوحيد وتضافر المسلمين من أجل نصرة الحق والدعوة لنبذ الخلافات والتقريب بين المذاهب الإسلامية والنهوض بالحضارة الإسلامية. إلى إنستغرام هناك مقطع فيديو للمدون أحمد علي عن سبب تسمية البقيع بالغرقد، فلنتابع. وبهذه المناسبة الأليمة على كل مسلم ندعو من منبرنا هذا إلى إعادة بناء أضرحة أهل البيت عليهم السلام في البقيع وإيلائها اهتماما خاصا يليق بالمقام السامي لهم، وتوحيد كلمة المسلمين وتوخي المشاريع الرامية إلى الفرقة والتنابذ والخلاف. كوكبة من الشباب في كربلاء المقدسة اجتهدوا في مجال التصوير الفوتوغرافي وشكلوا فريقا صار لديه الطموح في أن يكون مدرسة ينتفع منه الجيل الحديث، حيث تنوعت أعمالهم ونتاجاتهم الفنية محليا ودوليا بعد توثيق أغلب المعالم السياحية والدينية والمواقع الأثرية في عموم العراق. محمد التميمي والتفاصيل. يجوبون الشوارع والأزقة والصحارى والأهوار حاملين معهم معداتهم وكل احتياجاتهم، ويقتنصون بعدسات كاميراتهم صور دخلت سجلات التاريخ من خلال مشاركتهم في العديد من المسابقات المحلية والدولية للتصوير الفوتوغرافي التي حصدوا من خلالها جوائز عديدة. فريق الفوتوغرافي فريق كربلائي أخذ على عاتقه توثيق جميع المعالم وجميع الآثار الموجودة في محافظات العراقية كافة. الحمد لله عندنا إنجازات، عندنا الحد الآن ما يقارب توثيق 11 محافظة عراقية، وثقنا من عدها حياة الناس، وثقنا من عدها معالم آثار اللي موجودة، الطبيعة اللي موجودة في المحافظات مختلفة. عندنا أصدقاء من لبنان، من سوريا، من إيران، كانوا يجون يزورون الإمام الحسين، الإمام العباس، ويطلعون خلاص إنه يدرون كربلاء شنو سياحة دينية فقط. بالعكس، كربلاء سياحة ثقافية، سياحة دينية، بها تراث، بها آثار. من خلال الصورة مالتنا من قام يجون كربلاء قام يسيرون على المناطق اللي الأثرية يريد يزوروها. وبالرغم من الإنجازات التي حققوها في رفع اسم العراق بمحافل دولية عديدة من خلال إبراز هوية العراق الأثرية والدينية، إلا أنهم يعانون بعض الأحيان من المنع أو حتى يجبرون على دفع رسوم مقابل تصويرهم للمعالم التاريخية والأثرية في المحافظة، إلا أنهم أبوا أن يستسلموا لهذه المعوقات لما يحملونه بداخلهم من شغف وحب لهذه المهنة. اللي هي معاناتنا يعني مثلا مرات من المنع، بعض المؤسسات ما متعاونه ويانا يعني مثل مفتشيه اثار كربلاء. يعني احنا حاليا عندنا اكثر من 38 معرض عن كربلاء وعن اثار كربلاء ما يعرفون. فارضين رسوم على المصور الفوتوغرافي انه تدفع 100,000 دينار حتى توثق هذا المعلم، بينما انا المعلم انا راح اعلام مجاني جاي اشتغل لك، يعني انا شارك فيها بمعارض ومسابقات واعرف العالم، وبالفعل صار هذا يعني من اغلب الدول اجوا، يعني ما كانوا يعرفون انه بفلان محافظه اكو فلان معلم تاريخه 5000 سنه او 7000 سنه قبل الميلاد. اعضاء الفريق الفوتوغرافي الكربلائي لا يختلفون كثيرا عن اقرانهم من المبدعين واصحاب المواهب، فهم ايضا لا يحظون بالدعم المادي ولا المعنوي من الجهات الحكوميه المختلفه. من كربلاء المقدسه، محمد التميمي، الفرات.
ختام المرصد، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، نلتقيكم في مرصد آخر، إلى اللقاء.